اطار الحديث اللي حضرتك اتكلمت عليه بخصوص ضبط المشهد الاعلامي بشكل عام، احنا بنشوف دلوقتي في الفتره الاخيره رغم جهود الضبط بنشوف ناس لسه بتهتم بموضوعات يعني خلينا نسميها لها علاقه، البعض بيسميها تفاهات، ان هي اعلام الترند، حاجه لها علاقه. بنشوف على طول في المشهد قدامنا مذيع ما يطلق عليهم مغني المهرجانات، بيقول لك انا اشوف دكتور بيتكلم يوعيني بالوضع الصحي افضل ما اشوف عمر كمال وانا ما اعرفش وحمو بيكا. يعني البعض يعني بيشوف اهتمام اعلامي اكتر بيهم بالسوشيال ميديا. يعني احنا عايز اقول لك ان احنا بينا اعلام السوشيال ميديا للاسف. طيب بص هكلمك في الحته دي عشان عندي وجهه نظر. انا بحب حمو بيكا وبحب حسن شاكوش وبحب عمرو كمال، ولكن انا بحب اسمعهم لكن مش بحب اشوفهم بيشردحوا لبعض، ما احبش اشوفهم بيتخانقوا مع بعض، لانه ده سلوك انا برفضه وبرفض ان اولادي يتفرجوا عليه. يعني انا ما احبش بنتي تفتح السوشيال ميديا تلاقي الحاجات دي، ويكاد مين عارف، ما اولا انت اللي بتصنع الترند مش هو اللي بيصنعه بمشاهداتك. صح. ومشاهداتي انا لما بفتح اشوف انا اللي بصنع ترند، فانا اللي قلت له اعمل لي اسلك هذا السلوك لانه ده اللي اداك الترند لما اديتهولي. يعني انا بشوف انه انتوا النهارده هتخلوا الناس تتفق مع بعض انها تعمل كده عشان يطلعوا يعملوا ترند، ما ممكن يكونوا مش متخانقين بجد، هما بيشتغلونا. ده رايي يعني. لكن انا بحب حسن شاكوش، بحب عمرو كمال، وبحب حمو بيكا، بحب اسمعهم، بحب اغاني المهرجانات انا بحبها، وبحب ام كلثوم، بحب فريد الاطرش، بحب فايزه احمد، بحب عبد الحليم، انا ده بسمعه. ممكن اكون كل الوقت اللي هو الطرب، يعني انا في المطاعم عندي ما احبش اشغل، ممنوع اشغل حاجه جديده، بشغل طرب. انما حمو بيكا وبتاع انا احب اسمعهم، اسمعهم في بيتنا في عربيتي، دي حريه شخصيه، وفي وقت بحب اسمعه فيهم. الاستاذه بسمة وقت ازمه حسن شاكوش وحمو بيكا مع انقبت الموسيقيين كان عندها هجمه الاستاذ هاني شاكر، وهي كان عندها وجهه نظر انا شايف ان هي صحيحه، ان انت منع مش هتقدر تمنع، يعني خلاص مش هتقدر تمنعه، قننهم، قنن وضعهم. هل حضرتك شايفه ان ده نوع من انواع الغناء اللي لازم يبقى موجود، لازم ان احنا نقنن، لازم نفرضه على الناس؟ لا ما تفرضوش على الناس، الناس هي اللي عايزاه. على فكره يا استاذ عمرو، الناس حابه اللون ده، ما تسيبهم هم حرين، هو يسمع اللي يسمعه. لكن انا كان عندي وجهه نظر مع استاذ هاني شاكر، على فكره انا بحب استاذ هاني شاكر جدا وما عنديش اي مشكله شخصيه معاه ابدا ابدا على مستوى، بالعكس، وبحب مراته نهله جدا جدا وناس محترمين جدا جدا، بس الاختلاف لا يفسد للعلاقه. يعني ولو يعني يفسد انت تختار الناس كلها اصدقائك بتهاجمهم معاها، ما بتسيبش حد. فانا كان عندي وجهه نظر ان الاستاذ هاني شاكر ممكن هو كان يحتويهم، يعني يصلح لهم، يوجههم، طالما الناس حباهم. اصل مش انا بس موهبه لوحدي اللي بتحبهم على فكره، فانا عايزه افرضهم، هو يعني ثلاث ارباع مصر حباهم، فانا اوجههم. طيب اخليهم طالما انا قابل صوتهم، طالما صوتهم مقبول، بس اقول له احط قيود، انت لازم انك انت تبتعد وتتجنب الالفاظ الخارجيه الخادشه للحياء ال. وهو بكيفه بقى عايز يتبع هذا الاسلوب، اهلا وسهلا بيه في النقابه وفي مصر، مش عايز يخبط دماغه في الحيط. يعني اخبط دماغك في الحيط، عايز تنشر الفساد سواء حسن شاكوش ولا حمو بيكا ولا عمرو كمال، عايزين تنشروا الفساد، اخبط دماغك في الحيط. ليه حق هاني شاكر يعمل كده، لكن هيلتزم وهيبقى جود بوي زي ما بيقولوا، خلاص وماله.